رجا تعال، تعال لهون. شلونك هلأ؟ الحمد لله يا دكتور، صرت أحسن. دكتور كيف اجينا لهون؟ العم عبد الله وولاده جابونا. الحمد لله على سلامتكم يا ابني. إن شاء الله بتنذكر وما بتنعاد. شكرا يا عم، الله يخليكم. هاي الجاجة ماما. روحي جيبي الخبز بسرعة. ونحن ما بدنا ناكل جاج تيتي؟ عيب يا بنتي. بس أنا حبيبتي أنت، هدول الأكلات لضيوفنا، هلأ بعملكم بيض وبتاكلي أنت وأخواتك. يا رب. الأكل صار جاهز، تفضلوا. يلا تفضلوا على الأكل دكتور. يلا. وانتو ما رح تاكلوا؟ لا معلش يا ابني، نحن بناكل بعدين. يلا تفضلوا، كلوا انتو بالاول. صحتين وهنا. صحتين وهنا. بس هيك ما بصير. يلا يا اولاد تعالوا على الاكل. يلا تعالوا عدوا لشوف قدامي، خلونا ناكل سوا. يلا. اجوا الارهابيين بابا. شو؟ افتح الباب ولك، افتح الباب. يلا خير، شو بدكم؟ عم ندور على هربانين، هن غربوا ومو من هالضيعة. ما عندي حدا بالبيت غير ولادي واحفادي. ايه بعد هيك لنشوف. ما لقينا حدا جوا عدنان. ايه انت جوعان كتير مو هيك مضار؟ ايه ابي ليه وليه؟ الي تعي حبيبي. بعد عن الولاد خلاص ولا؟ عبي ليش مقللين الطبخة؟ خذوهم يلا وخذ الخبزات كمان. ايه حاضر. يا رشا انتو شو عم تساووا هون يا شباب؟ دكتور طارق مهرب الولد اللي بده اياه زيدان، ونحن من امبارح عم نلاحقهم. اتركوه هون هلا، نحن عم نجمع عناصر من هون ولسه في كتير بيوت ما رحنا لها. امشوا معي. امرك رشا. الله لا يوفقكم. لا تخاف يا حبيبتي، لا تخاف حبيبي، لا تخاف. اهدي. خلاص راحوا يا دكتور، صار فيكم تطلعوا. يلا رجعوا. هات ايدك. صار لك شي يا عمي؟ لا انا منيح يا ابني، بس هالخونه سرقوا لنا الاكلات. دكتور، دكتور، اذا بدك امك تضل عايشه سلم حالك هلا. رح سلم حالي زيدان، اتركها لامي. قومي يا حرمي، انت حره، روحي. ابني، امي، حبيبي، امي، 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 دخل الله امي، امي. امي 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 طارق. امي انا عايش يا امي، انا هون، تعال قلبي، تعال يا امي. امي امي امي
خير إن شاء الله. شو هالحلم هذا؟ بابا خلص الموضوع انتهى، ما عنا حل تاني غير انه نستسلم للتنظيم. انا ما رح خليك تروح يا ابني وتصير واحد من هالمجرمين. طيب شو فينا نعمل يعني؟ ما فينا نعمل شيء لهالواطنين. خلص لكان ما نروح من هون، منترك البيت والاغراض ومنمشي. انت شو عم تحكي بابا؟ وين بدنا نروح مع اولادنا؟ شو بدنا ناكل ونشرب؟ منروح على بلاد الله الواسعة يا ابني. لا تخافوا الله بيساعدنا، خلص انتو ما عليكم. عم عبد الله شوفي، لا تآخذنا يا ابني، كان صوتنا عالي، تفضل عود معنا. فقت من نومي وسمعت حديثكم، خير في شي؟ شبكن؟ صاير معكن شي؟ الإرهابيين أجوا مشان ياخذوا من كل بيت واحد، وأنا عم قلن إنه أنا رح انضم للتنظيم يا دكتور. بس أنا ما بدي ضحي بحدا من ولادي يا دكتور. بس ما في قدامنا أي حل تاني. بلا، اهربوا وهلأ فورا، هدول ما بيستسلموا أبدا، رح يضلوا يضايقوك أنت وعيلتك، وأنت هروب مشان ولادك. خليهم يدرسوا ويأمنوا مستقبلهم، وإذا بدكن أنا بساعدكن. الله يرضى عليك يا ابني. ايه ماشي، بس اليوم بياخدوا لعسمان وبيقتلوه هنيك. طيب وبعدين؟ رح يرجعوا لهون وياخدوا ولادك. الدكتور طارق عم يحكي مزبوط، ما في مهرب، لازم نروح من هون. يا فاطمة، قلي شو بدك؟ جهزوا حالكم بسرعة، لازم نروح من هون. طيب ماشي.